اسم جنيش محمد خليل من المغرب من الرباط بالضبط سن 27 سنة كان هو الموسيقى داكشي علاش قررت أنني نشارك في صوت تشالنج. صراحة من صغر وأنا كنغني وسنة مور سنة كل مرة واحد يقول لي خصك تغني خصك دير شي برنامج خصك دير شي أغنية مرة راي مرة غربي مرة جاز مرة بلوز مرة قناوي مرة فيوزيون. صراحة كندير شوية من كل حاجة باش ما نطيحش الملل الموسيقي. دونك شاركت في المسابقة أول حاجة باش نكتسب واحد الخبرة وهادشي كيخليك أن الامبروفيزاسيون ديالك والانسبيراسيون ديالك كل مرة كتطلع أكثر دونك تقدر تعطي أكثر. برونو ماس